هنا نروح لحاجتين مهمين جدا حصلوا بعد المؤتمر الصحفي اللي عمله الزمالك في تقديم صفقاته. في اجتماع خاص جدا حصل ما بين فيريرا وامير مرتضى منصور، ومن ساعات حصل اجتماع ما بين مرتضى منصور وفيريرا، اهتمام كبير في الزمالك بالدوري. خلينا صديقنا اسلام محمد مراسل كرة بلدنا الجديد في كل هذه الاخبار اللي انا بحييه معاكم ومعانا، وناخد منه التفاصيل. الاول نبدأ من الجلسة السرية الخاصة اللي عقدها امير مرتضى مع فريرة. ماذا جرى في هذه الجلسة يا اسلام بعد الترحيب بيك؟ يا مساء الفل يا استاذ عبد الناصر، بحيي حضرتك طبعا وبحيي كل مستمعينك ومتابعينك في كل مكان. بشكر حضرتك على المقدمه الجميله دي، شهاده طبعا كبيره اعتز بيها طبعا على المستوى الشخصي. نخش على طول في الموضوع. الحقيقه امبارح كان في مؤتمر صحفي كبير جدا داخل نادي الزمالك، شفنا صفقات نادي الزمالك، اللعيبه كلها كانت موجوده، تقديم الصفقات، حتى المنظر اللي احنا كنا شايفينه بقى لنا فتره كبيره ما شفناهوش الفترات اللي فاتت. الحقيقه برضو خليني اكد لك على حاجه مهمه جدا، وهي دعم امير مرتضى بالنسبه للعيبه الجديده، ومش محسس ان اللعيبه او اي لاعب موجود من ضمن اللعيبه ان هو لسه لاعب جديد، لا بالعكس، محمس كل اللعيبه، بيتعامل مع اللعيبه كلها على اعلى مستوى. الحقيقه في جلسه جمعت امير مرتضى باللاعبين، خاصه بعد انتهاء المؤتمر الصحفي تقريبا، يعني تحديدا في الثامنه مساء قبل الموران اللي بدا واختتم طبعا تدريبات نادي الزمالك لمواجهه سموحه. الحقيقه كانت جلسه مهمه جدا، حفز اللاعبين، اللعيبه كمان الجديده يا استاذ عبد الناصر داخله، يعني داخله بشكل كبير مع اللاعبين اللي موجودين القدام، ما تحسش ان في لاعب جديد ولاعب قديم، لا اللعيبه كلها تحس ان هم على قلب رجل واحد. جلسة فريرة كمان مع أمير مرتضى كانت جلسة مهمة جدا، وقدر الحقيقة أمير مرتضى إن هو يتحدث دايما مع فريرة في كل كبيرة وصغيرة مع اللاعبين. الحقيقة كانت جلسة مثمرة جدا، كان لقاء حميم، بقالنا فترة ما شفناش اللقاءات دي داخل نادي الزمالك وتحديدا في مرمى الزمالك. يعني إيه الكواليس اللي طلعت من الجلسة؟ صحيح. الجلسه كمان اللي شملت كمان اللعيبه القديمه مع اللعيبه الجديده يا استاذ عبد الناصر، ما تحسش ان في لاعب جديد ولاعب قديم زي ما قلت لك، تحس ان اللعيبه كلها روح واحده، ما فيش لاعب قديم ولاعب جديد. جلسه كمان فيريرا وامير خاصه بعد انتهاء الجلسه مع اللاعبين كانت جلسه مميزه جدا، جلسه مثمره. الراجل فيريرا بيتحدث دايما مع امير مرتضى، ما بقيناش نشوف موضوع التدخل يا استاذ عبد الناصر اللي احنا كنا بنشوفه الفترة الماضية من رئيس النادي مع المدربين وكده، لا خلاص الموضوع ده تقريبا شبه انتهى، وعشان كده احنا بنشوف فترات استقرار نادي الزمالك. طيب يعني اذا جلسة امير مرتضى كانت مهمة جدا مع فريرة علشان موضوع الانصهار ما بين الصفقات الجديدة والمجموعة اللي موجودة وإذابة جبل الجليد، وخلى الدنيا كلها تدخل هرموني مع بعضيها وتتكلم مع فريرة بالاهتمام بالجميع، وفريرة بصراحة عادل وبيعمل دي على أعلى مستوى. طيب خلينا برضو قبل ما نطلع من نادي الزمالك، خلينا برضو نبارك لنادي الزمالك على تجديد عقد محمد أشرف رؤى. طبعا خلاص نادي الزمالك أعلن، انفردت بكل تفاصيله امبارح الحمد لله. بالفعل احنا بس يعني بنأكد على المعلومه دي يا استاذ عبد الناصر عشان لو حد تمام. من متابعين حضرتك ما كانش متواجد. خليني برضو اقول لك ان فيريرا دايما بيجلس جلسات خاصه كده مع احمد سيد زيزو. الحقيقه زيزو الفتره الحاليه بيمر بأبهى صوره ليه، بأبهى فتراته مع نادي الزمالك. اللعيب مستقر خلاص الفتره دي كمان تحديدا، اللعيب من بعد موضوع عقده وان الزمالك خلاص ريحه في قصه عقده، بدأنا نشوف احمد سيد زيزو مركز فقط في الملعب. لاعب مكسب كبير جدا لنادي الزمالك، مش لنادي الزمالك بس يا استاذ عبد الناصر، لا ده المنتخب مصر مصر دي كمان حقيقة. يعني. بالفعل. طيب خليني اخدك لحاجه تانية، يعني حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الجلوس مع فريرة قبل 48 ساعه من انطلاق الدوري بمباراه سموحه امام الزمالك
في استاد المقاولين العرب، ماذا دار في جلسة مرتضى منصور وفريرة؟ صحيح، أنا زي ما ذكرت مع حضرتك إن الوضع في الزمالك أصبح مستقر عن ما قبل، خلينا تمام برضه نأكد على المعلومة دي. كنا دايماً كنا بنلاقي في تقديم لعيبة نادي الزمالك، كنا دايماً بنلاقي المستشار مرتضى منصور هو من يقدم اللاعبين. الحقيقة تحديداً إمبارح في مؤتمر إمبارح إحنا ما شفناش المستشار مرتضى منصور خالص في المؤتمر، ودي كانت حاجة جديدة بالنسبة كمان للزملاء الصحفيين أو بالنسبة لنا إحنا كمان بس خلي كإعلاميين أو بالك انا كصحفيين. على المستوى الشخصي عجبني ده، وانا عجبني صحيح الفيديو اللي عمله المستشار مرتضى منصور لما قال الناس سالتني، حتى سيف زاهر بيتصل بيا بيقول لي ما ظهرتش، وبعض الناس قالت ما ظهرش ليه وكده. الراجل قال انا بدي الناس حقها، وانا انفردت بده وقلت يا زملكاويه الدنيا مختلفه وكل واحد بيعمل شغله. والنهارده ظهور امير في المؤتمر مع الصفقات الجديده بيدل على صحه كلامي. صحيح، نقطة مهمة كنا لازم نلمس مع حضرتك من خلال صح كرة بلدنا، النقطة دي كنا لازم نتحدث فيها، لأن احنا على المستوى الشخصي احنا كبرنامج كرة بلدنا وكمتابعين لكرة بلدنا طبعا بندعم الاستقرار بقوة في طبعا الزمالك. طبعا واحنا تحديدا يا استاذ عبد الناصر سالنا، يعني احنا سالنا من خلال تواجدنا طبعا ورصدنا للمؤتمر الصحفي، سالنا عدم وجود المستشار مرتضى منصور. بالفعل الرد اللي جالنا ان بالفعل الراجل حابب الفتره دي يدي استقرار تام ما بين فريره وما بين امير مرتضى المشرف العام على قطاع الكوره. الحقيقه في كمان هارموني كبير جدا ما بين امير مرتضى وما بين فريره، احنا بقى لنا فترات ما كناش بنشوف القصه دي. فالحقيقه الزمالك الفتره دي بيمر بأزهى عصوره، بيمر بأبهى فتراته كمان الحقيقه خلال الفتره دي تحديدا في وجود فريره، وبرضه من خلال كوره بلدنا ومن خلال حضرتك من خلال كواليسنا بقى داخل نادي الزمالك، فريره اقترب من التجديد مع نادي الزمالك لموسم تاني بعد الموسم الحالي اللي موجود فيه ده. إذا ده خبر مهم جدا وانفراد، إن يعني تفرق المستشار مرتضى منصور في جلسته مع فريرة لرغبته في أن يجدد تواجده وعقده، وكلمه مبكرا في ده قبل بداية الموسم. قول لنا كواليس القعدة كمان يا إسلام. بالفعل يا استاذ عبد الناصر زي ما حضرتك قلت دي طبعا انفراد لكرة بلدنا، وطبعا لمتابعين حضرتك في كل مكان، انا اعلم جيدا متابعين حضرتك كتير جدا في كل مكان، فواجب علينا ان احنا ننوه ونلمس على بعض الحاجات المهمة الخاصة بينا ان شاء الله. نخش حضرتك قلت ايه تاني؟ عايز اعرف تفاصيل الجلسة معاك اللي دارت ما بين رئيس نادي الزمالك وفريرة. الحقيقه كانت جلسه تحفيزيه زي ما قلت لحضرتك، الراجل خلاص ما بقيناش نشوف قصه التدخل او مين هيلعب او مين مش هيلعب، الحقيقه الراجل مدي كل الصلاحيات لفريره، وزي ما قلت لحضرتك هو مصدر دايما امير مرتضى مع الراجل، زي ما قلت لك ان في هرمون كبير جدا ما بين امير وما بين هي حلقه الوصل الكبيره جدا والمميزه اللي ما بين المستشار مرتضى منصور وما بين فريره هو تواجد امير مرتضى منصور. وبرضه لازم ندي الراجل حقه ان الراجل بدا ياخد خبرات بقى في كرة القدم على أعلى مستوى، بدأنا نشوف كمان صفقات، يعني كنا الأول بنلاقي صفقة راح النادي الأهلي، لا ده احنا دلوقتي بقى الصفقة بدل ما تروح النادي الأهلي بقت تروح نادي الزمالك في أقل تقريبا من يعني في وقت قليل جدا، في أقل من ساعتين ثلاثة ممكن صفقة تكون راح النادي الأهلي فجأة هوب بنلاقيها في نادي الزمالك. الحقيقة احنا ما كناش بنشوف الكلام ده، فخليني اقول لك ان الراجل هو مدي الصلاحيات كلها لفريره. قال كمان في خلال حديثه ان انت معاك مشرف على قطاع الكوره، انا لا يعنيني اي شيء سوى فقط الاستقرار ليكو والدعم ليكو، والاهم من كل ده هو النتائج، ودايما دايما هتلاقوني داعم ليكو. ده بالنسبه للمستشار مرتضى منصور وحديثه مع مستر فريره، كانت جلسه مثمره جدا في وجود بعض برضه من اعضاء مجلس الاداره. فالحاله الزمالك الفتره الحاليه بيمر فتره استقرار كبيره برغم كل الازمات اللي كان موجود فيها نادي الزمالك من وقف القيد يا استاذ عبد الناصر، وكمان من بعض الحاجات الثانيه اللي هو كأرصدة أرصدة البنك والحجز على الأرصدة والكلام ده كله، إلا إن شايفين إحنا الحقيقة استقرار تام في نادي الزمالك. طيب أخدك بقى لنقطة مهمة، في الفيديو اللي بثه رئيس نادي الزمالك هاجم بشراسة ما أطلق عليهم 100 عيل منكدين على 500 مليون زملكاوي باين، او 50 مليون زملكاوي مش عارف الرقم اللي قالوا ايه، ولكن 1100 عيل منكدين على الزملكاويه.
صحيح. الحقيقة يعني خليني أقول لك إن المستشار مرتضى بيتكلم في القصة دي، لو يعني لو الناس متابعة هتلاقيه اتكلم فيها مرارا وتكرارا عن ال هو بمعنى أوضح يا أستاذ عبد الناصر، هو بيحاول إن هو يفوق الجمهور الأصلي لنادي الزمالك، الجمهور المنتمي لنادي الزمالك، ولكن هو بيتكلم عن الناس اللي خارجه عن ال مش هنقول خارجين عن القانون، ولكن اللي خارجين عن المألوف يا استاذ عبد الناصر. الحقيقه شايفين الاستقرار اللي حصل في نادي الزمالك الفتره الحاليه زي ما احنا ذكرنا مع حضرتك، شايفين صفقات في نادي الزمالك ما كانتش بتحصل الفترات اللي فاتت رغم كل ما يحدث داخل نادي الزمالك الفتره الحاليه يا استاذ عبد هو الناصر. اتكلم باحترام شديد عن الجمهور، وقال ان صحيح. ال100 دول مثيرين للفتن وبينكدوا على جمهور الزمالك بالاشاعات والتضليل. صحيح، ودائما وابدا خلي بالك في كل احاديثه الفتره اللي فاتت ان هو بيتكلم عن الجمهور وبيناشد الجمهور، الانضباط الانضباط الانضباط، هو فقط بيناشد الجمهور اللي بيشجع، خلينا اقولها كده بالبلدي، بظهره. يعني هو حتى قال باللفظ كده نصيا الجمهور اللي بيشجع بظهره. لماذا الجمهور بيشجع بظهره؟ انت كمشجع متواجد في المدرجات، انت رايح تتابع فريقك، رايح تشجع فريقك ال 90 دقيقه، لماذا انت بتعطي ظهرك الملعب او لفريقك او للاعيبتك؟ عايز توصل رساله ايه؟ هو ده المناشده اللي كان بيناشدها للجمهور، بيتمنى طبعا اكيد الانضباط. احنا كمان كواجب علينا احنا كصحفيين او نقاد او اعلاميين، واجب ان احنا ننوه ايضا على القصه دي، يجب عوده الانضباط للمدرجات، دي نقطه مهمه جدا. وهو خلي بالك كل فتره المستشار مرتضى منصور الفترات اللي فاتت هو بيلمس فيها وبيتكلم فيها، ويجب عوده الجمهور للمدرجات تمام، بانضباط. صحيح صحيح. أشكرك شكرا جزيلا يا إسلام. شكرا استاذ عبد الناصر، شكرا لحضرتك. ده بس حبينا ننفرد معاكم بتفاصيل القعدتين اللي تموا مع فريرا أمير مرتضى علشان خاطر بداية الموسم وخلق التجانس مع الجميع، وجلسة مهمة مع فريرا بعد المؤتمر الصحفي بتاع تقديم الصفقات، وقال كمان فيريرا مع مرتضى منصور، وانفردنا انه كلمه انه يعني هو كان مرتضى منصور قال انه عايز يعمل معاه عقد مفتوح، ولكن اتكلم معاه في انه الاداره بتدعمه بقوه ومتمسك بيه ويتمنى انه يجدد بدري عشان يطمن الجماهير، وكانت قعده مهمه جدا انفردنا معاكم بتفاصيلها.